أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقيت درس 78 ذي الدروس فقه السنة النبوية، والدرس 3 ذي دروس لسميناها تحت عنوان الاقتصاد الإسلامي قواعد وقيم. قواعد وقيم هكون سمكتاي ثمثن المحور جديدين في ذا ننادد نسمسلي في الذامسة في الاقتصاد الإيكونومي، ولكن وليث العنوان قيس نفكا قواعد، يعني اللي انت دير راجل قواعد وقيم. قيم معناه لي فالور، باش هذا نفهمي ثمثن باللي الاقتصاد ذي الإسلام يسعى سيكاركتيريستيك، يسعى خصائص ومميزات تميزه عن سائر أنواع النظم الاقتصادية المعروفة في العالم. ثقيت مزورث باش نفقن باللي الاقتصاد ذي الإسلام يتميز، يسعى المميزات، يسعى الساس، يسعى القواعد ينس، يسعى القيم ينس، يسعى كل شيء. الهدف والسين باش نفقن باللي أما كنت حصام الإسلام نظام حياة، يعني ذيون النظام يعني أمذان بنادم ذيم كل شيء، أما ذي العقيدة أين يعني الإيمان، أما ذي العبادات تصلي في رمضان الزكاة إلى آخره، أما ذين يعني الأخلاق والتربية صرفقة، أما ذين يعني المعاملات مرض المعاملات، يعني ذيم كل شيء، ذيم كل شيء، ذي المجتمع، ذي العلاقات الاقتصادية، العلاقات الجوارية، العلاقات الأسرية، العلاقات الدولية إلى آخره. إذن بعد هذه المقدمة كنت سمحتي درسني عدان نوضد النقطة في الصربعة نناد مصادر الكسب في الإسلام أو مصادر التملك الفردي أو مصادر الملكية. أني سيزمر ومذن الذي يكسب النقد لنت صنف الصناف صنف مزوارو يجوز صنف ويسين ويجوز على ذي الصنف مزوارو يجوز نناد أمذان يزمر ذي يكسب أكن يبغى سلاثة فيس ستيذيس سلخذمايس العمل سواء كان ذهنيا فكريا أو عضليا جسديا ماديا نناد أمذان يزمر ذي يكسب سيثرقى في السناث ما إلا يموت وينس يموتا يجسد تريكا يكسب أخيني أي نكسب يوخذيد تريكا وارتخذيد سبابا ناصي إما ناصي جدي ناصي جيدا الميراث ذيوث ترقى يجوز دي الشرع في ثلاثة ندلي دوناسيون الهبات أستفكضيون هبة دوناسيون تجوز دي الشرع أذي كسب سالهبة ثرقى في صربعة ننادى عن طريق الوصية تستمر يولا ذي جواسية يوالو إمي قموث وين كني يسفايذين أدياسة سياوي، ولكن ناد الابليكاسيون الاكزيكوسيون تطبيق الوصية مي قموث فافيس أدياس وين يسنفعا وين يسفايذين أسياوي إلى آخر. ننادى بعض الملكيات المنفعية مثل الإعارة أشار ضليون أخامات تصدر ديكسة سواس العامين، ولكن يفكيك ملكية المنفعة لا ملكية الرقابة كما يقول الفقهاء. المعنى إن يفكي لك خم ضرطل زدغيث بطل، ولكن تحس ضرا كيف ذا الإيجار عقد الإيجار ما يلا تخيري ضا خم غفيون تخيري تحانوت تحس كان المنفعة ينسي تحس ذي المدة لعقد الإيجار ان الكرة ذاك في قال لكن شرحت انت بالتفصيل درسني عدان نفقد الصنف والسين اللي هو هذا الحرام. مثلا يمدينا النبي عليه الصلاه والسلام كل المسلم على المسلم حرام،
عرضه وماله ودمه. الحديث رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن. المعنى إيس النبي صلى الله عليه وسلم السحرم فلان غمرة يون بشري تعدي في العرض يون نغ في الماليس المال يكسب نغ الدم ينس نغ الروح يس نغ نفسيتيس يعني يمنع العدوان على الإنسان. طيب أسيد المال إذن المال يسعى الحرمة ذي الدين النغ يسعى الحرمة وريجو زالا أثيك سفندم ستو كرضا وريجو زالا أثي ورث نغ أثيك سف عن طريق الاحتيال سلحيلة وريجو زالا عن طريق التدليس. التدليس المعنى يس أدف قنض أين يلهان أين إلا نذيري تتفرض مثلا يوني ساعة طوموبيل أسي ترافيكيا كونتور انت ستلحى 150,000 150,000 تلحى كيلومتر نتسى شطارة أتسير تلحى كان 10,000 ثنيك أخيني ثلث سيركال يخشيني سنية مثل ضرده مسنو إزمر أتسو خضعض وقي لا يجوز نغطى فضيوان هذا سيفر يخدم لك سيداث أتسيفر نغطى يروح على السوق سيني فكاني كذا وكذا نسو تسو من نارا نغيز قد في قال لك مثلا الشرع كيس انت يزمر انا ست يزمر يوان خاطر يوان مولي قال على ربي يزمر هذا يخدم اشو كفغا ويك زمرنا في عاس اكين في كاني 150 مليون انتو تساو من عراك اور دينا ولا ديون بسم الله الورص ولكن اكين في كاني نغادي يوان دوكاليس اربعة خمسة الخدم من شغل سيناريو ذي الفيلم زعما تساوما باش نخدم من ومقارن الحيرانين غاس خدم من الشوق يوياض لي فيكتيم يرتاش وين يعني الضحايا اشحال تاكي سيني كذا وكذا 100 مليون سين كيرنو 10 110 هو باش يرنو سين 3 4 في ضر 130 نتساو كاع ندو السيناريو ذا غن ذا كومبلو خدمنا كني ذي الحيله ماشي باش ذا غن باش اذكي الخنيه مثلا باش أذغن يعني سوين الجزالة لا تصن تفاصيل تندنوي إن شاء الله الدروس تفدون باش هذا نظر في قلقي مرة إمسليد فلسن تنفي صلى الله عليه وسلم تفاصيل إلى آخر إن الربا الربا لا يجوز الربا والجزالة قد كسب سيساء المال والجزالة عن طريق بيع الخمر ونزنزون الشراب ونزنزون الأدراج إلى آخره ولا يجوز كذلك إيون أذيج في ذي بايض دقين ختم دغاس واسوا نيود الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إدينان أعطوا الأجر أجره قبل أن يجف عرقه وريجو زالا أتشض في ذي وخدام فكاس وخدام لحقيس قبل أتكاو في ذييس أكا إدينا النبي صلى الله عليه وسلم أستقيد درس 78 أنوح نقطاتيس خمسة خامسا قد نهضر في تنظيم المال بعد الكسب تجي مسألة مهمة أثن ترى المال يوضد غريفة سنيك نمسفهام يوضد سي الحلال ونسم سيارة فيها باش تفضي وني ديتورني سيني مليار نكيني كاو انك زكي نكيني خاطيني لي بروبلام نزكي يوضد سيني مليار سي الحرام من بعد هذه زكي باش هذه الزيزدي إيماني سدات ربي سبحانه إلى قال مسفهام المال الحلال إديوسان سيثر قوى إيجوزم ذي الشرع أماكن إذن تدن شرح أساقي المال ثانجري فاسنيك الشرع يفكي يغد سبعة القواعد سبعة مهمة تجي خلاصة لن تشطر على كل حال أثنت تلخص في سبعة قواعد وقيم أساسية يحتاج إليها المسلم في التعامل مع الملكية التي اكتسبها من حلال. القاعدة ثم زوالف أي مثلا منع وتحريم الاكتناز والدعوة إلى الاستثمار يوغد سنة القواعد في جيوف ذا شو المعنى يز المال في صفل هريفة سنيه سعيد 500 مليون وسانتد سي الحلال نصير دهب سواتاس ونهدر في الدهب في كسب سمطوث
باش تستخدم وينا تعين ربي. ولكن ما ليوان يتساغد الذهب ذي الفطة من أجل الاكتناز، أخطر الذهب والفضة معدنان أساسيان في النقد والتجارة وجميع التعاملات المالية. تسجد قيد الساس ذهب ذي الفطة وذي أسواس ابن فكلي ديتاي أخطر سيحين سجية الغاشيك سبنا ذرين براهم لورو دينار لو دينار وكذا الدولار وكذا، ولكن الأصل أصل النقد ذا شوث ذو جلقي الذهب أكذ الفطة معدنني أساسيا. طبعا في جلقي باختصار قلي في المداخل وكشي مغارة ذي التفاصيل الساقي ثوران في الدكان ذي الدور ساقي مزورة ذي العموميات، ولكن أساسيات هي قواعد وقيم. طيب تصدد غرفة سنيك المال ربي ناح في سورة التوبة الآية 34 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الآية 34 في سورة التوبة ونكسفن المال أما الذهب أما الفضة أما ذي الأموال النقدية الأخرى ورقية الأخرى يكسفيت أنت هيري فاسنيس وإلى قارن أثن تكتنز أثن تيج بلا حركة يخزني ثنت وتحريك أنت ورخدم أنت إلى آخر. طبعا الموضوع أجي صغيرة تسيني الساعة أكين صافي ما إلا خمسة خمسين مليون ولا قارن أثن سنتيوني ولا قارن تفرغي ثمثة أنا غير البنك أنا خاطئ ماشي نقول المقصود ونرسعون الغرض كسب المال من أجل الاكتناز. المال يجيف كثير ربي سبحانه باش يخدم باش يلحو للاستثمار. أما كنت نايون واسود نعيوذ ما تسعيض المال وجيل أو وجيل أتسربيض وجيل أو وجيل ورث المال أذرم سيفافاس إلا قد استثمرض في حدود معرفتك على حسب ثمسنيك مولاش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تأكله الزكاة. ماشي كان ميذ الشي وجيل إذا غا تحرز إجاس دابا 100 مليون ألا ما يوضع 20 سنة نغ 18 نغ 17 أستفقد 100 مليون سيفو إلاق أتزكر 100 مليون شيني مشرف مسؤول إما ذي الولي إما ذي القيم إما يعني المقدمة كيس اسم القانون. المهم أما ذي الشرع أما ذي القانون لو مقارن ولا يتكفلن سلمالك وجيل. طيب ماشي يتفرض حزيئة حرز 100 مليون بلا ما زكاطن إلا قد زكير ميدي ظور في اللاسم وسقاس أتسفغض 2.5% يعني أنكار ربع العشر يعني 2.5%. أوجي لسعة 100 مليون إذا ورد فلاس أنتو سقاس أتزكر 2.5% يعني أتسفغض 6 مليون من النفس صافي قراند 77 مليون من النفس يدي قران ذا 98 97 مليون من النفس أكيد أني أخ سغلظق استغفر الله 97 مليون او سير لي كونطابل داكي با بروبليم ما شاء الله 97 مليون و500 راه يقولين خاطر غير السفر 2.5% يعني 6 مليون ديال النفس. من بعد ذا ميدي دورو سكواز هاد السفر 6 مليون ماشي 6 مليون السفر 2.5% داكي حسبت ليسونسييل هادي نقص هادي نقص هادي نقص دايرين ميسنا النبي عليه الصلاه والسلام وإلا تأكله الزكاة. زكاة تتت أذرم نغشي ووجيل ثيك مسألة في غاية الأهمية يردني غاكا خطأ لاني يمذانا أتغذفات سني جيسن دل خير ورزكارا إما يتسو إما يغفل إما يهلك سيس بيت الرواية يظهر دوس قواس مسكين يهلك يتسو مرا يمث ومخلوقاكي فلسي عفو ربي الدرية يتسقوذن ربي قفل أغفظون تريكا مبافتس إلا قد زكين تريكا مبافتس إلا قد زكين خطر ذي الشرع
إنك تريكا تتعلق بها حقوق parmi les droits gilaqat suksan thaqi ma illa asha zakat ilaqat zakin shidi ja fathwan ayni tuzkan bien sûr ayni tuzkan ma yjad 10 camion la khadman w tzkiyara khatri camion tuzkan ara sauf ma illa le revendeur itsari znuzu itsari camion znuzu camion ولكن ما ليس على الشركة يستخدم كاميونان يستخدم طوموبيلات يستخدم زورديناتور يستخدم وكذا قرنا سندي الفقه الأصول الثابتة لا تزكى ولذ كان رحمة الإسلام أتفضيه ليس على عشرة كاميونان لا خدم دي الشركة وليس زكية وكذا ميزكيهمش ميزكيهمش هيا الخطر وكذا أخدمن أخدمن أدسكشامن أدساسام أين كان أدسكشمن وينا حسبيث إلاق أتذكر أتصن تفاصيل على كل حال ثقت ساتيكا دي فلاش دي كان أشو ذي يهم من ذي نقطة ثمز وروث يمنع الاكتناز ولكن يجب الاستثمار خدم لزانفستيسمون على حسب تزمرتي وشي قرار الشرع خدم البروجيا كين غير البروجيا أخدم استخدم ذريميه استخدم إلى قذيلي وذريم في حالة حركة المال يتحرك ما يكونش يعني استاغني مكتنز لذلك علماء التفسير منهم الشيخ الشعراوي والشيخ القرطبي والإمام القرطبي وغيره من تقول الآية ما تمنعش فقط الاكتناز معناه منع المال من الحركة أيضا الآية الواعدة قيلة دي الآية يخص أيضا ويشمل أيضا الذي لا يزكي ولكني أنسو فغارة الزكاة طيب الآية واضحة ثناد وين يخدمنا كان ونخدم على الاستثمار ذري ميسك تنزيث الآية ثناد فبشرهم صفر حيثا ولكن سواشو بعذاب أليم والآية جي عجيبة هل بالكم مخينيون أكيد صفرحة أده قضي مانيك الخبار صفرحة بعد خيني بعد شرحيني أكيد صفرحة صل مصيبة يا لطيف للشوك يغال دفوة للشوك يغال جهد ولكن كاين ليه كيمانيك من ربي القضاء والقدر الدنيا ثقيل سالي سيربريز وكذا شغل كيتبريباري مورالمون بسيشيكمون باش تستقبلوا يير الخضار ولكن ما راكيني اكيد الفرحه غيوث الفرحه شو اللي فيه قاد تستقبل الفرحه من بعد تذكر الخضار استحزانا والايه كي ثناد فبشرهم بعذاب اليم فالعذاب اذا مركب ثقيل تمزول طبعا هناك آيات أخرى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده إلى آخره أدفتها كان بعض الآيات ثلاث نغال القاعدة في السناف قاعدة منع وتحريم التبذير والترف والبذخ فقد قاعدة عجيبة ليس قاعدة ليس قيم قواعد وقيم منع التبذير إذا ما ركيني من أخويا كي قاعد تفهم كي قاعد تفهم افتري كينو إلا ويتسلس أم ويتسلس لذيون ولكن تجور المؤمنين شو قارن ولمين سوى الروي سيون ويتسلس سوى ربي تجور قردك نغلا أسيني أذري مينو يون ويتسلس إلا قد يكمل أسيني سوى ربي ربي يتسلسك يتسلسك مرة ذيني مغدينا إنك أذري مني هريفة سنك ممنوعة بالذروض التبذير حرام الآية واضحة إمي دين ربي آيات مش كان يوث ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا الآية جي في الآيتان في سورة الإسراء 26-27 الآية في أذناد والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام سورة الفرقان الآية 67 المعنى يس أين في صغيري فاسني يريد وزارة بالضرض التبذير التسخسار نغل البذخ وثلاث سمحت يا مثلا ولا حول ولا قوة إلا بالله حياة البذخ لن يمذني سعيشين حياة البذخ ثعبوط ثعبوط تسعى كان شو تست مثيك والغاشي تنسوال النسان تنسوال النسان يتيماجيني بلي ما إلا يبوي أسداطاس يقضي أسداطاس تيمغور وتسيم وراء المعدة تسينا كان تسينا كان يقتلين دي شعبان يقتلين دي رمضان يقتلين دي شوال يقتلين نورمال
افكاسك القوث مي ثروه تربح والسلام. ما الى ذاك ماشي المعنى تصدرين الهان افكاك ربي ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده افكاك ربي سنفع تسوينك دي افكا ربي ولكن ذي التبذير ونجزالة ذي البذخ ونجزالة ذي الترف ونجزالة ذي الانفاق الني بطرق غير مشروعة ذي وينا ونجزالة في ثلاثة في ثلاثة القاعدة في ثلاثة الحجر على السفهاء الحجر على السفهاء سمحتي مثلا ربي القرآن الكريم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم مثلا ما لا يكسب المال سفوسيس اسمي بوز 60 65 سنه سمحت لي يظن يهلك يغال العقلي سوري خدمه راه يسلف نغ يغال السفيه نغ يغال مجنون يعني يسعى طارئ من الطوارئ وثقيل دونيس الله غالب يونا ما قايث مثلا شرع شو ديالنا يهضر يوراويس ياكل الاقارب ينس وقال اصحاب الحقوق ان ياسن تقرر في حق هذا الانسان الحجر يجوز باش الحجر مفلاس شو المعنى يس معنى يس اثمن عن باش اريد تصرف هذا بوين يكسب اريد ساغ اريد زنوزو اريد يخدم العقود اريد يخدم الرهن اريد يرهن اريد يخدم ولو اي غار خاطر اريد زميرالا اريد سعر لي كاباسيتي اريد سعر يفقد القدرات العقليه والامكانات الذهنيه اذا سيسمحن باش هذه يخدم لي زونغاجمون على لي كونطرا كذا الى اخره خاطر يزما سكلخن يزما تخذعن يزما تاكلن لذلك الشرع يبروتيجي يفقد الحصانه يفقد الحمايه المال حاجه ثم زواروث يحرز الشيب ومذاب في السناف يرفع الحرج خاطر وك زمان دينا غادي يروح اسيك السوق يباباس ما هاد كاكاس تقبالي امك بابا كاش شحال كي تعتسيف اسكسل السوق حرج هذا تسدر في اكلو من اكين يا عجفا اكر دميس وفروخ يصل القضي يفافاس نغي مولانيس يا عجفا يغلق قلم ضران لا شو الدريه بوسا الشريعه ترفع الحرج الشرعي ديالنا باش هذي حصن هذي حامي هذي حافظ في المال الى الشرع منعف والساقي ذي القوانين تمورا غسا إلا ومقارن الحجر على السفهاء ذي القانون تمور ثم مثلا يجوز الحجر على السفيه وما إلا يوان وليس على الكاغض ودي فيها جوجمون سي المحكمة ولكن يفان فلاس بلا الكاغض يفان كان فلاس باللي سنتك ويثدرت باللي يظن ما تشيونا ما قيمة إلا يزنزن غيوغي تسوكل لخ أدسن الدرياس باش أضبطن العقودة كي أدن تقوينا يغنى ولي زنزلي كيني جامي فكيد الكاظر باللي الجوج ولا القاضي يحجر في الناس القانون تمورث الجزائر خاصة القانون التواشوث إن ما إلا يعني أعراض لسيمبتوم أعراض الحجراكي فانا تدفل الناس ظهرون تدفل الناس سواطاس بلا الكاظر إيفام أكوين يخدم يفطل في كيث مثل الدنيا باش كاد نفقن باللي الإسلام يفكاس أزال المال يكسب فنادم ستيديس السلاثافيس والآية واضحة ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ثقي الآية سورة النساء الآية في خمسة القاعدة في أربعة آية مثلا تشريع نظام الزكاة قواعد الزكاة وفق المقادير الشرعية إزمركين يخوين كسب المال شحال قتعت سيفا عشرين سنة يجي كسب سنة مليارا ثلاثة ذي واستيذي ايه استيذيك ولكن لقد زكيت اي غير دنيا غاولي قايث مثلا خاطر لن يمذان وسلمثن بلا شك لن يمذان تزكينا راه غاسطة ذي تزلى يا خدم كان الاركان باطل لا اله الا الله باطل فظليت باطل رمضان باطل ما الزكاة اكل الحيج وكذا كي سطرو سعنا دريم سعنا مصروف يا رنسى العفاف فبالتالي تفضل تزكي راه لذلك التنبيه اي غرد فكره مثال كان زوالو لان يمذان نحس في الشيطان القران موثن الدريان سن لانسين الصناف الا الصنف يوكاد ربي في فافاس اسي زكي اسي غاس بابا وري زكاران كزكي هذا زيز ديال ذمينس
وذاك الشيء اللي راه كسبن نيثني هذا يغاد الهريطاج اثاون زديف تركه صفا. طيب يعني بعد تصفيتها من حقوق الله وحقوق العباد خاطر لو كان ديري وليت ساسي فذاك يا خي يا دياس اشي نرجو قفلت صفوم تركه على ما بقول الحقيو هكذا ماشي خاطر ونادم بنادم ادي في السبوت او ديرنا ديس مقبرتك اشي نرجو اشي عظم ربي لاجر مي اتونسيون اتونسيون تسمي متريكات وذا نتزرم ذا نزرى خاطر وكي دار كاز دار كاز ديال ساكينه اتونسيون تفضل اما ذاين الحق ربي مالوريزمون الحق ربي ما يقاد ربي ونثي في كثي السفة مور يقاد ربو في السفة ورا زرى ما يفلاح نايم ذا ذاين دنشفى زيك ما راخذ من النامه سي تادير اتيد مهيران اتيداوين سنار اتسروثم اتزيزديم ذينا ذقوانار يسوفوغن الحق الربي ذقوانار ذي فلاحا ورغرينارا ورسينارا العلم سواطاس ولكن الى الخوف الربي ماشي دايما انت مسني يدي تساوينا ثلويث دايما قارني مغارا قارني كثير القرايه يسوحاشا ثلا القرايه يسفراحا ثلا القرايه السوحاش نو قال لك ورينا راه ولكن تسقاط ربي استقسال لنا استلا الحق ربي خاطر ربي القران الكريم كي ديالنا والذين في اموالهم حق حق معلوم للسائل والمحروم ذلك من السمان الحق ربي داخل بنار اشيني وقيد الحق ربي وقيد براش سخام ينو وريك الشمال من باس خميس ذينا كان في السوفة ثم ديثني أثي السواغ الوقاذ إثي تسالسا يعني الفقراء ذي المساكين وقاذي ديفقنا ربي في سورة التوبة الآية رقم 60 كما سأشرح بعضها بعد حين. إذا جمعت الخير موضوع الزكاة ذو كذا في الأسواطة ساطاس أخطر ركن من أركان الإسلام سانك بليذ الإسلام تسيقى ذلك لا إله إلا محمد رسول الله حديث صحيح بني الإسلام على خمس لا ثقي ثم زوالوث فارك استثناء تزاليف في ثلاثة الزكاة في أربعة ذا رمضان في خمسة ذي الحج إوين إزمرا الزكاة تجي سمنس العلماء عبادة مالية واجتماعية أي غير السمنكة مالية واجتماعية أخطر ذيوث العبادة ذي العبادة يشد غالمال المال أما ذي زجارا أما ذي خرفيا أما ذي ذريما أما وقال يخدم تجارة أما ذي وقال يسعى عن دهب الفطار زنوزون ذيك سيلة آخره وغيرها أما ذي يسعى عن تامن أما ذي يوكث قرص المال المال. طيب سيد إذن عبادة المالية أوعيتها الأموال طيب أي غرس من عبادة اجتماعية أخطر شود أرثمتي شود لا سوسيتي شود المجتمع الغني ما يسفغ الزكاة هذه السفايد سيس الفقير هكذا ماشي كان الفقراء في سورة التوبة الآية 60 ربي هضر في ثمانية الصناف إلا الفقراء يجليلا إلا المساكين إلا وجيلا اليتامى إلا نسميس الغارمين وقال يسعى لدات التفضيل يسعى الديون مسكين أوريس الزاي سديون ثلاث ناس يمذانا. طيب يونا ماجي يجوز استفكار الزكاة الفقير وكذا المسكين الفرق يراسا يتفضيل يريس على أوكين سورس والو دورو ولا شيت ويض ذا خدام يقضي على إيمانيس يخي يا ربي مدي هضر في المساكين مدينا في سورة الكاف سفينة إنك وتكسبن لمساكين يعملون في البحر خدما يعملون خدما ولكن اسمي اسم المساكين وقضي عنا ريمانس من حق ريمانس إذا صفى سقي من دخل دم وقضى على ريمانس في جزء ذيك الزكاة يسعى الدريان يسعى موضان يسعى مصروف يسعى الكران يسعى كذا إلى آخره جزء. فبالتالي جماعة الخير ماشي تسجد الموضوع الأساسي باش تفكر التفاصيل فقط باش دينير باللي شرع النغ إمي سيسمى عبادة مالية واجتماعية خطر شدغ المجتمع باللي ذي العبادة ولكن إنفع المجتمع إنفع المجتمع المعنى يسوق ذيك السفن وقال يسعان ذا ربي سمدي إفكان
اون بلوس ما الا زكان الزكاه الفايده تم زواروث ذا شوت الفايده تم زواروث يبرئ ذمته امام الله ذي العباده يخدميت اميني فرض ربي فلا صار رمضان وزاميف اخيني سي بون وزام الحمد لله زكا ذمتك بريئه المعنى يتصفض يارك ذا ربي سبحانه ايمانك الفايده في السناث اتزيز زيض الماليك خطر تركانينيك نغادر منينيك سمحتي يزمنك شمديك الحرام ولا ما تاجرت تغتزنو زوض اها تغلط دي صرف دي الصرف تغلط دي الميزان فير ما تعمض تلقي قضيه اخرى مو تعمض الضاره ون بلاش كذي الغلاظ الغلاظ نيش ديك الشمن سين تكسفض شوا 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 راه يزدي اذ يزدي الزكاه ميت زكا اذ يغال شنينك زدي والحمد لله الفايده في الثلاثه السفيدين الفقراء والمساكين واليتامى والفجال والجن الى اخره الى اخره اسن تصفضي من الطاول وكذا وكذا حاجه اخرى انه ذو غني للني وكحس المرا انا هضر كان تيراتر الى عنا ربي الساقي اللي يمذن ورسي النار الله يبارك ولا شيء تقول لا غنسم ولا تقول لا نسم ني ولا ني ونكسب ايهو ديجا يضالي يخدم الشركة أسقاس يغال مفهوم يا ملك يحسدي وانت روي فلاك فروي فلاك ربي دينا ماشي دينك إن دوا من شر حاسد إذا حسد ما يسيب ليك ها خلات عليك هذيك طرف لك أول ودي السيد فلاك أسيني الشركة يجيبو تدسي الحرام يتسكر يخدع يخدم الربا يخدم كذا وكذا وكذا وانت هذا اكو الشركين زديث امام انت لا مالوريزمون صافي الشرع مي بكوتي بسيشيك كيف كي سازال سي تادي الفقير مني مي لا الفقراء الاغنياء استاكل الزكاه وستونارا ادير ذوليس ادير ذوليس خاكا قار وذا قرن قبل كربا ولا اشتلاف قرن ما الا زدي ثولاون الشفحن وذماون اه الطوب انا لا بيني وبينكم تقبايلي تقرا كي باش تفرح لي مغار نسقرنا لا نسوثن ما زدي ثولاون الشفحن وذماون صافي الزكاه في ظلمي تزدي بول هذا الوسائل اللي اظن في خمسه الفايده في خمسه تخدم التوازن صار مش خسر قدر راسي يدير صوت ياك دي المجتمعات ياك فقدان التوازن ما لا ديزيكليبري المجتمع ليكونومي ديزيكليبري الفقراء تسحقا الاغنياء وساون 10% كسفن كل شيء 90% وكسفنا لا والو من بعد لا شيء يضرون هذا ديزيكليبري كلش فقدان التوازن ايفرو خسر اتيتو كوردا اديري السويسيد اتيري ثمن غيث اديري كلش وادي انت الكيرات حتى الحروب والانتفاضات والى اخره موضوع خطير زاد كان السن العام اللي عدان ايمي ضرا الشده تفريمث على مستوى العالم لا كريز مونديال الازمه الماليه العالميه ايفرو خسر شركات عملاقه ضربها زلزال الازمه الماليه العالميه فزلزلت اركانها شركة عملاقة شركة كونية ما شي سيحونا في مشطاح في قال لك سلكانت حنا سنت دارت وكذا اتمسير الشركة تيم قرانين في 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 الانجليز دي الطليان دي كندا دي اليابان دي امريكان الى اخره وشي تزلزل تم قران تشد التدريب فقدان التوازن فقدان التوازن الموضوع كي يدروا على الروس ان شاء الله في الدروس القادمه ولكن فقط دين الزكاة فاقي من مقاصدها من مقاصد الزكاة ايضا دفع عجلة التنمية التنمية الاقتصادية باش تلحو أتجهد أتقوى أتسعو مفوذ مثل الزكاة المهم أكتفي بهذا طيب سيدي ثورا أن روح لنت الأحاديث كثيرة وكذا ولكن أكتفي بما سمعتم القاعدة ثيس خمسة آية مثلا إكشد سينكسف ندم أداء واجب الإنفاق على الأسرة والأقارب تكسفض مبروك عليك ورثتوال الحقي مولان الحقي مولان الدريا ثمطوثيك
إما تخدمت مشكلة ثلا بريباري فو إلا الوياغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم تخدمت أسيك سلا باي 100% أسيني ذنك إذا مضبر ذنك إذا ريسبونسابل بخام ألور لا باي نينم أدخشم سفوسيو أكن مثلا ظروف القسالة أم بعد من كذا متساكا 5000 50 دينار إيواس أكو 8000 وكاسكرت ميم تريكا ما ثورثي في دسي فافاس هات نسال سنين أثنى فافام يموت روح دورث مشكلة ثقي الأزمة يجي ماشي أزمة عالمية ثقي أزمة أسرية ولكن تسودي غفلان مازال غاشي والله ما فهمتي مسالك افهم كلمة الآية الرجال قوامون على النساء ستادير ذي رجازل اثنثني إذن مضبران اثنثني القوامين وما على بقى مش بلي قوام معنى خادم الآية جيل وكتسي فهم لي حاليه باللي مشكلة ما تشيل معنى اسم دم ربنا ذي الرجال قوامون على النساء ثم طوثية صحر نصي كل شيء ربو دينا ركا دينا ركا أبدا دينا ركا حاجة النظام ذاغ ومقار المبدأ استقلالية الذمة المالية بدليل أن القرآن الكريم إنك ما ثم الطوثة سورة القزيز نسأل قاسة كل ويا ما يموت ورقاسة سورة الطوثيس صف دير ثقيل الدليل قاطع باللي إلو مقار البرنسيب مبدأ اسميس استقلالية الذمة المالية ماشي دغا من دولة يسمح فيه المعني الإسلام طوث دغا وتسكر أولو أسين كيني أسلي غير الشيخ القارن كل شيء الكفوسي أتفع صباحا لما تمديث وتساوان ركو خامس وتساوان رجلس وتساوان والو وتسويرا باللي اللان داغ الحقوق قضاعا إمي فرنسا تخام أتصم تفاصيل جماعة الخير ماشي كان ديوث في غادين فقط أنه أمذان باش أدفك الفتوى الشرعية أدفك الحكم الشرعي إلى أذي فهم ثمثال نشرع ستفاصيل أما ذين ديوسان دي القرآن بوالا ربي سبحانه أما ذين ديوسان ذي السنة ننفي صلى الله عليه وسلم إذن واجب الإنفاق بنادم يكسبن إلى قد ينفق أما في سنطوثيس أما في الرويس أما في مولانيس سيسين ثلاثا ما شسن في كيف بس دي مس الزكاة مكسوف العشور أثن يفك إي مولان هذا خطأ هذه جريمة هذه جريمة لا تغتفر أكان جماعة الخير ثورة القاعدة في ستة منع إهمال وسائل الإنتاج شو المعنى يس؟ معنى يس وسائل الإنتاج أما ذا خدم الشيخ شيني ذا تركتوريك الطوموبيليك إلى آخره ولا قاعدة الضياض أما ذا خدم ذي اللوزين الماتريال اللي ما شينيك شي ذا خدم أتسفك الدكسافوس وقلا يجوز شرعا يكشم ذي التفاصيل باش هذه حافظ في الشيء مذانا في بين السفن يمذانا القاعدة ثانقاروث المحافظة على حقوق الورثة استغزي العمر قمذان مرة إن شاء الله العبد مي قموث التريك أين ديجا ذي الريتاج شو المعنى يس ولا قرق في الذي يمث الذي استخدم الحيلة شو المعنى يس أذي روح هذه حرم الرويس طرق احتيالية أذي خدم دي تستامون بار إكزومبل باش من الميموث أدا سنوكا ذي بن لي تستامون الوصايا أدا سنين إلي زيرتي الورثة ني أرجوث وفي الطوثارة تريكا ألمان بوي أشو ديفكا فاثون أتصفضي في إيجا كلش لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يناد الثلث والثلث كثير تسعيض الحق أتجد الوصية ذي في ثلاثة ما تسعيض 60 جقطارا بكال 20 جقطارا جيثني وين تفغيض صف الورثة الورثة خطي في كثي ويار يقول لي وجين وكذا وكذا 40 جقطارا أذقيمني والروي يترك الورثين الروي ويار ما إلا تجد 120 مليون تسعيض الحق أتجد الوصية من الثلث أنتير المعنى يس 40 مليون 80 الورثة تسجيل معنى يس
المحافظة على حقوق الورثة. ستادير الشريعة تبروتيجي التريكان ينيك مما أبري الموثيك، أبري الموثيك الشرع يحفظ في التريكانيك. شيني تروح روغا يستهلم على حساب القواعد من الشريعة ووذ قول لغيش ورثت باللي تريكا دجيغ يوراويك أدي أسواس أتورث نوياض ثمورث تبديل إمولان وري ورثن كل شيء ذي ثيارة ضرب سبحانه أكد دين ذي القرآن ولله ميراث السماوات والأرض. أول ما زلت كميلة لصدر سويض إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام.